أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لماذا لا تجب الكفارة في النذر المباح عند عدم الوفاء مع أنه تجب الكفارة في النذر المحرم؟ نعم، يقول أحسن الله إليكم: من نذر المباح يا أخي يخير بين فعله وبين كفارة يمين. من قالك إنه ما تجب فيه الكفارة؟ من نذر أن يفعل مباحا فهو خير بين فعله وبين كفارة يمين. نعم.